بداية لتعديل الأشياء التي لم تكن في صالحك. أنت في الفترة دي مواليد برج الميزان، هتبدأ تعدل من الأشياء اللي كانت مقلصة حريتك، حتى لو بدأت بحاجات بسيطة، ممكن عن طريق يعني ربنا يعافينا عنها كلها التدخين. حتى لو بدأت بحاجة بسيطة زي كده، أنت هتحس نفسك بتحرر، اللي أنت تخلي التدخين تعدله يبقى أقل مثلا، أو مثلا نظام أكل أو نظام حياة أو النظام اللي أنت تتبعه في العمل، أو اللي أنت توقف شغل، أو اللي أنت تفصل علاقة. تعديل، أنت عايز تحرر. ودي الطاقات اللي هتبقى متواجدة معاكم من مواليد برج الميزان، اللي إن شاء الله هتبقى بداية خير لأبواب كانت مغلقة سيتم فتحها إن شاء الله بإذن الله تعالى عليكم يا مواليد برج الميزان. مواليد برج الميزان، نتكلم على فترة مهمة جدا في شهر ديسمبر 2023، تحديدا من يوم 7 ليوم 13 في الشهر. في تحركات مهمة، في توقعات مهمة جدا، تحذيرات بسيطة. لكن قبل ما نقول ايه هي التحركات والطاقات اللي هتبقى متواجدة معاكم في خلال الفترة، طلب منكم الطلب المعتاد، الدعم عن طريق شير، اشتراك، لايك، تفعيل الجرس، اي حاجة من الحاجات دي بتساعدنا ان احنا نواصل ونتواصل في المزيد من الفيديوهات. يوم 7 و8 و9 القمر هيبقى متواجد على برج الميزان البيت الاول. يوم 10 و11 القمر متواجد في البيت الثاني. يوم 12 و13 في قمر جديد هينشأ على القوس، او بمعنى صح البيت الثالث. يوم 4 ديسمبر هيبقى الزهرة متواجدة ايضا في البيت الثاني. ما شاء الله بإذن الله تعالى في تحركات مهمة جدا، بالأخص على الأمور المالية، هتبقى فيها فتحات خير كتيرة إن شاء الله. هنتكلم في كل حاجة بالتحديد، لكن نبدأ بأول التوقعات إن شاء الله. مبدئيا هنتكلم على الشخصية. بالنسبة لك أنت هتسيب طابع ملموس جدا بعلاقاتك مع الناس، الأشخاص اللي هتتعرف عليهم في خلال الفترة، هتدي يعني طابع أو رونق معين جميل جدا، أو هتسيب انطباع جميل بالنسبة لأي شخص أنت هتتعرف عليه في خلال الفترة. ده هيساعدك أيضا في توسع علاقات مهمة أنت هتحتاجها في الفترة دي، لأن في التغيرات اللي فعلا بدأت معاكم من أساسا من بداية السنة دي، أو ممكن من نهاية السنة السابقة، التغيرات دي محتاجها أن أنت دلوقتي داخل على مرحلة التحرر بالنسبة لعادات، تقاليد، أعمال، شغل، معاملات، كل ده أنت بدأت فعلا التغييرات فيه. فالطاقة اللي هتبقى عندك في خلال الفترة دي أيضا هتساعدك لبناء علاقات جديدة، واللي هتساعدك بإذن الله تعالى في خير مهم جدا الفترات القادمة. مواليد برج الميزان، تفائلوا، زي ما أنا كنت بقول لكم في فيديوهات تانية، الفترة صعبة، أنا بقول لكم تفائلوا خير إن شاء الله، الفترة جميلة جدا. الفترة يعني أنت ممكن بسبب الخنقة أو التعب اللي كنت فيه الفترات السابقة مش هتصدق إن شاء الله في خير، لكن تفائل والله بإذن الله تعالى هتبقى خير عليكم من برج الميزان. بداية جديدة باطمئنان، ثقة في النفس، علو مكانتك، عرفت قيمتك، دي معنى البداية الجديدة. كل ده في الشخصية. نتكلم على الأخبار الخير. بأمر الله خبر مادي مالي خير هيجيلكم، هيشعركم بالأمان، بالأخص كان باب مغلق من قبل. بإذن الله تعالى خبر سر جدا ليكم يا مواليد برج الميزان، خاص بالأمور المالية، بأمر الله إن شاء الله هتبقى فترة خير جميلة جدا. وطبعا نمسك الخشب واللهم لا حسد، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى هتبقى فترة خير عليكم يا مواليد برج الميزان بالنسبة للأمور المالية. بالنسبة للموضوع أيضا المالية، بالنسبة لك كشخصك هتلاقي نفسك متقلب المزاج في المال، يعني هتلاقي أنت في الفترة دي أيضا يوم مثلا انت عايز تدفع وتشتري ومبذر، يوم تاني لا انا عايز نعيد نتصل، يمكن كمان ساعتين لا تعال نشتري ونعمل، تقلب رهيب في المال، لكن ان شاء الله تبقى خير. يعني انت مش هتصرف حاجه غلط او حاجه زي كده، ان شاء الله ايضا هتبقى خير. لكن لو جالك التقلب في المزاج بالنسبه للمال، ده حاجه طبيعيه، لو انت كنت عشان فتره مثلا يعني ان بعض العصر يسر، انت الفتره اللي فاتت كانت صعبه، فانت عايز تصرف مش عايز تصرف، عايز تصرف مش عايز تصرف، هتلاقي المواضيع متلخبطه معاك، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى هتبقى خير عليكم. ومطمنوا اطمنوا ان شاء الله بالنسبه للمال. القرار او الخيار اللي تاخده امشي وراه، ثق في قرارك بامر الله 100%. اي قرار او خيار هتاخده في خلال الفترة دي، ثق فيه ان ده كان القرار الصح اللي انت خدته، مهما حسيت بقلق ده قرار صح 100%. امور معلقة هتبدأ تتحل، لكن هتبدأ بالحل لانك في الفترة دي
هتحكمه العقل وليس العاطفة. أول ما هتحكم عقلك في الأمور المعلقة عندكم في الوقت الحالي، هتلاقي إن الأمور اتحلت، لأن هيبدأ ظهور أشياء لم تكن تراها بسبب غمامة العاطفة. أي شراكة ستتم في الفترة هتكون خير وطويلة الأمد. إذا كان شراكة مالية، إذا كان شراكة في الأعمال، إذا كان شريك حياة، إذا كان علاقة جديدة، إذا كان في ارتباط في جواز، إن شاء الله ببشركم بالخير. إن شاء الله العلاقات اللي هتبدأ في خلال الفترة دي هتبقى علاقات خير سوية، من وراها الخير هتبقى طويلة الأجل، وإن شاء الله هتبقى خير عليكم يا مواليد برج الميزان. سيتم محاولة إرضائك عما حدث ماضيا. طبعا مواليد برج الميزان انتوا كنتوا عايشين في درامات، في دراما بالنسبة للعائلة، في دراما بالنسبة للشريك او للزوج الاول او الزوجة الاولى، او مثلا صديق كان مخلص او كان اخ. هي في محاولة لإرضائك عما حدث، ده هتختلف بالنسبة للجرح اللي اتعمل لك يا مواليد برج الميزان، هتختلف من شخص لآخر. هل انت موافق على عملية الإرضاء ولا جت متأخرة؟ هتختلف من شخص لآخر. علو مكانتك في العمل، بداية لمعاملة جديدة تليق بيك، معاملة بالنسبة للمديرين، معاملة بالنسبة لأشخاص من حولك في العمل، هتبدأ تحس إن هم بيبدأوا يعملوك بطريقة مختلفة تليق بتعبك، بمجهودك، بإتقانك في العمل. هتلاقي المعاملة من مكانة زادت، لأن يبدأوا يبصوا لك، لأ ده بيعمل اللي عليه وزيادة، أو دي بتعمل اللي عليها وزيادة، أو ده فعلا مهتمين أو قلبهم على العمل. الناس دول هيبدأوا يشوفوا دول فيكم، هيشوف الحاجات دي فيكم، فإن شاء الله هتلاقي علو مكانتك في العمل بالنسبة للمعاملة مع الأشخاص من حولك. أيضا يعني آخر حاجة نتكلم فيها إن شاء الله، التصالح مع بعض الأشخاص المقربين أو الذين على دوام في معاملاتك اليومية. هيحصل تصالح ما بينك مثلا وبين جار كنت عامل معاه مشكلة، ما بين صديق كافيه أو صديق قهوة أو صديق اللي هو اللي بتشوفهم يوميا. أنت مثلا لما كل يوم مثلا بتروح الشغل، صديق عمل في السوبر ماركت، الراجل جارك، الناس اللي أنت دايما بتشوفهم بشكل دومي، بأمر الله إن شاء الله هيحصل تصالح ما بينك وبين هذا الشخص. مواليد برج الميزان، ده أقدر أقول لكم يعني ده الوقت اللي انتوا منتظرينه شهور وعند البعض سنين، اللي انتوا تبدأوا تشوفوا الطريق الصح. النور هيبدأ يظهر لكم، الأبواب المغلقة هتبدأ تتفتح لكم، إذا كان في المواضيع الاجتماعية، في العلاقات، في الأموال. استغل الفترة دي، الفترة دي هيتبنى عليها سنة 2024. الفترة اللي احنا نتكلم فيها دي، الفترة دي هتبدأ بدخلة خير على 2024. استغل الفترة صح، لأن الطاقة صح، وان شاء الله كله هيبقى صح الصح عليكم يا مواليد برج الميزان. وكده يبقى وصلنا لحلقه النهارده، اتمنى تنال اعجاب حضراتكم. وما تنسوش لو حلقه النهارده عجبتكم محتوى القناه عجب حضراتكم، هحتاج منكم الدعم طبعا عن طريق شير، اشتراك، لايك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا، مع السلامه.